كويس. انت مقيم فين؟ حاليا انا ساكن في مصر هلا هون عشان الدراسه والشغل. بس انا اصلا من فلسطين. يعني من منين في فلسطين؟ هو انا اساسا لاجئ من قريه اسمها زكريا. لاجئ من 48، بس حاليا ساكن في قريه اسمها جفنه في رام الله. واجيت هون على مصر كان من 4 سنين عشان ادرس وابني لحالي مجال يعني. والحمد لله كنت في خلال 4 سنين عرفت اني اغني في دار الاوبرا المصريه، وكنت في فرقه كورال الاوبرا الحمد لله، وغنيت ورا غنيت كورال ورا مطربين كثير. بعدين لحد ما اجت في الفرصه ستار اكاديمي فحكيت روح يا ولد يعني، واستغليت الفرصه. هي لا، وان شاء الله تقعد معانا اكتر يا رب. وحتى لو سافرت ورجعت احنا دايما بنرحب بيك وانت بلدي. بلدي طبعا، انت والله بلدي.